معنا أخت من الطائفة العلوية، من أبناء الطائفة العلوية، كانت فايتة بعملية على باب الصباح من قبل عميد بالأمن الداخلي، بدهم ينفذوا عملية اختطاف للبنات بباب الصباح. فإلفت رح تحكي لنا شو صار بالضبط. تفضلي. اسمي إلفت فنتور، اسم أبي آصف فنتور، اسم أمي اكتمادي، أنا مواليد 86. أنا اليوم الصبح جاني هاتف بالتسعة الصبح من واحد بقلوله أبو علي منزير، قال لي بدك تروحي تغسلي الجو باب السباع مشان عنا خطف جوز بنات. شو شغلته أبو علي هو؟ بالقسم الخارجي بيشتغل. شو رتبته؟ عميد؟ مساعد. مساعد، تمام. رسم لكم مخطط كيف تفوتوا؟ رسم مخطط، قال بتفوتوا بالأول بتفتلوا بالشوارع وبعدين بتروحوا على الشارع الرئيسي المضبوط بتدققوا فيه مشان إذا طلعوا لكم بنات بوجهكم؟ إنه بحجة إنه بعد إذنكم تطلعوا معنا بالسيارة كذا ناخذ ونشد. تمام. جينا وقفونا باب السبع، قالوا لنا أنتوا وين رايحين؟ قلنا لهم اجوا، قال بعد إذنكم بس الهويات. تمام. شلنا الهويات أعطيناهم إياها. الشوفير قالوا له صف السيارة، صف السيارة الشوفير هرب. هرب لأنه عرفان شو عامل وشو أنتوا فايتين، فلحاله هرب. هرب، أنا ضليت بالسيارة. تمام. قال أنت ليش ما هربتي يا ألفت؟ صاروا يمزحوا يعني معي عادي. جيت قلت له ليش بدي أهرب؟ الجماعة ما قصروا أخذوني معهم لعندهم على البيت. تمام. طيب هلا ورا حوادث خطف البنات مين كان؟ أبو علي منزر، واحد اسمه محمد، واحدة اسمها أم مصعب. أم مصعب شو اسمها؟ والله اسمها ما بعرف. أم مصعب. طيب هلا أنت كنت تروحي بعمليات خطف البنات؟ إيه، أنا خطفنا خمس بنات، ثلاثة من الخالدية وثنتين من باب السباع. طيب قلتي لي في وحدة من بنات المخطوفين حامل كمان. كانت حامل، كيف كانت عمليات الخطف؟ أول عملية خطف كانت بالسوق. كنت على أساس عم يشتروا أغراض وكذا، وقفوا تاكسي، أنا كنت واقفة قدام الشارع بشوي لأنه التاكسي إذا فيها حدا ما حبي يوقفه. تمام. إجا قال لهم تاكسي، قالوا له إيه. طالعوا بالتاكسي، ثلاثة قعدوا ورا، صف شوي على اليمين، طلعت أنا معه، قفل الأبواب وكفينا على السكن الشبابي. يعني ثلاث نسوان بسيارة وحدة؟ إيه. أيوه. والبنات اللي بباب السباع؟ هولي كانوا طالعين من شارع باب السباع. صيدفناهم، قال بدهم تاكسي، جيت قلت لهم ايه تفضلوا اطلعوا معنا بنوصلكم، انا مشواري قريب ونازله. كمان طلعناهم وكفينا فيهم على السكن الشباب. بتعرفي شيء عنهم او اسمهم او اي شيء عنهم؟ اسمائهم لا ماني حافظتها على الصواب. طيب. بس هنن بالسكن الشبابي البنات. موجودات البنات. موجودات البنات. يعني العمليات الاختطاف لسه ما انأثروا؟ لا، أنا كنت آخذ على كل بنت 5000. كانوا يعطوك مصاري على كل عملية؟ إيه. في هاي أم صعب كمان جايبة أربع بنات. هي حاكية معهم، هي متصرفة معهم، كمان حطيتهم مع هودي البنات بالسكن الشبابي. طيب عمليات الاغتصاب مين كان يقوم فيها؟ بتعرفي مين كان يقوم فيها؟ عمليات اغتصاب؟ نعم. ما بعرف هاي الشغلة أنا. عن عمليات الاغتصاب انا بعد بيجيبوا البنت مش هي راهنوا، قال انه قلبوها طائفي وما بعرف شو، بس انا فت على باب السباع اليوم عن جد كف واحد ما اكلت، لا بالعكس صاروا يجيبوا لي المت الشاي اللي بدي اياه صاروا يجيبوا لي عندي عن جد، انه العطر منا نحن مو من اهل باب السباع على فكره. طيب حدي قصر معك شيء؟ حدي لا ايه؟ لا اعوذ بالله، والله كف ما اكلت. طيب اذا انت كنت اكيد حاضره الحوادث شو بصير بالنزهه، لما بفوت شاب او بنت او اي حدا عن نزهه او على الزهره شو بصير؟ شو بصير؟ بيندبح. ليش؟ لانه سنه، لانه قلبه طائفيه. اما مين السنه ولا ابناء النظام؟ لا ابناء النظام. هلا نحن بنعرف انه في نسبة كبيرة من ابناء الطائفة العلوية معنا مع الثورة السورية، بس ليش مين عم يشتغل هل عم يشتغل بهالعمليات الذبح والاختطاف؟ هل هن من النظام ولا من ابناء الطائفة العلوية؟ لا من ابناء الطائفة العلوية. تابعين للنظام؟ ايه.
العميد ايوه وشو اسمه هذا محمد وابو علي منزير وابو علي منزير تمام هدول بحجه انه طائفيه ايه نعم هن من ابناء الطائفه العلويه وهن عم يضروا ولا الطائفه العلويه ايه صارت يعني حساسيه بينهم وبين يعني بحياتهم نحن ما فرقنا بس صارت حساسيه مش قد حكوا لي انه بيقتلوا كذا وما بعرف شو بس لا والله فت لعندهم وعن جد وانا حالفي يمين ما بطلع من عندهم غير ان شاء الله مخلص البنات كلياتها طيب ليش شو عملوا لك بنات باب الصباح او بنات الخاليه لا تاخذني انا كنت بحاجه يعطيني 5000 نفذ المهمه بس مين اللي كان يعطيكي ابو علي منزير ابو علي منزير شو مصلحته هو؟ انه مثلا بجيب البنات بخليهن عنده خليهن عنده بس لأهداف شخصية وطائفية